الرحمن الرحيم. بالنسبه لنا المعهد جيد بالنسبه للمعروضات اللي فيه والاويقه اللي كاينه فيه وكذلك حتى نوعيه الحضور اللي كاين هنايا بالنسبه للتلاميذ، وكاين صباحا كاين هناك حتى جميع الفئات العمريه هنايا. وكنت اتمنى صادقا بان هذا المعهد الاول يكون على مده من 3-4 أشهر مثلا، يكون بصفة متواصلة بعد المرض. وكذلك أتمنى، لأن الملاحظة اللي عندي هو بأن أولا الكتب نوعيا قديمة وثانيا ومزاز بنفس الثمن الذي يعرض فيه في المكتبات. كنت حبذا لو يكون هذا المعرض لتشجيع القراءة، أولا يكون الثمن رمزي بالنسبة للتلاميذ بالنسبة للطلبة وبالنسبة لطالب العلم، حتى نشجع على القراءة، لأن احنا عندنا مشكل قراءة، عندنا مشكلة، والمكاتب لهم دور في هذا، يعني يجب عليهم أن يضحوا بالكلمة، أن يضحوا في سبيل نشر الوعي القراءة، خصوصا نلاحظ بأن هناك سطوة للتكنولوجيا الحديثة، والواحد بدأ أن يشجع خصوصا الأطفال يشجعوا على القراءة، لأن يعني هذا هو خلينا نقول إذا بغينا نمشيو بعيد هي القراءة، يجب تشجيع القراءة. وكي جاتك السي عزيز الفكرة، الفكرة ديال المعرض جهوي بمدينة الأراضي؟ فكرة جيدة، ما دام هناك قراءة وهناك كتب فكرة جيدة. وأتمنى أن يكون معي جهوي، أتمنى أن يكون معي محلي بالنسبة للعرائش، ويكون هناك وتلك يجب أن انفتاح المؤسسة التعليمية. يجب ان يكون هناك انفتاح على المؤسسه التعليميه، مثلا تكون هناك مثلا بحال هذا يكون مثلا قافله متنقله بين المدارس، قافله متنقله بين المدارس لتشجيع القراءه، وفهمتي ولتقريب الكتاب للتلميذ، لان احنا المشكل هو تقريب الكتاب، لان احنا لاحظنا بان احنا عندنا نسبه 0.0% ديال الكتب، يعني احنا التلميذ لا يقرا، والذي لا يقرا لا يمكن ان ينمو، لا يمكن ان ينمو. بالنسبه للعروض الندوات حضرتي لشي؟ لا، فالساعه مازال ما حضرش، ولكن اتمنى ولكن احضر، ولكن شيء جيد. هناك مثلا هناك مسرحيات، هناك مراسم، هادشي كامل جيد، وهادشي كامل سوف يعود بالنفع على 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 على, 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 على هذا الجيل. اذا انت كتمنى انه يكون معرض مره اخرى؟ اتمنى ان يكون دوريا، واتمنى ان يكون معرضا محليا، وكما قلت لك يجب ان نستهدف التلاميذ والطلبه، خصوصا هناك عندنا جامعه، يجب ان تكون هناك فرص الجامعه كذلك نشجع مع القراءه، وكذلك بالنسبه للمدارس، لان خصنا نقربوا الكتاب للطفل. ولو مثلا التلميذ غير يشد الكتاب، هذه شيء كبير، غير يشد غير الكتاب، واخا ما يقراش، المهم غير يشد الكتاب في يده، لان هذه هي مرحله ديال كما قلت لك، فهم يتطلبوا للطفل على القراءه. شكرا سي عزيز. شكرا اخي احمد.